عسلامة الناس الكل، شنحو لكم ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله يا ربي تكونوا في خير ونعمل الناس الكل. اليوم جبت لكم وصفه سهله باش نعملوا مع بعضنا كعك، كعكك للعشيويه للفطور الصباح، وسهل وبنين بنين برشا برشا. اي شوفوا توا الطريقه ونشوفوا المقادير. اول حاجه ان شاء الله نكتبها لكم في صندوق الوصف، تلقاوها مكتوبه باذن الله. نعطيكم توا المكونات للوصفه نتاعنا. بالنسبه للمقادير اش عندنا؟ عندنا 3 بيضات اكاها. باش نستعملوا اليوم خميرة الجاتو باكو نص، الباكو فيه 10 غرامات، نستحقوا 15 غرام خميرة حلويات. باهي لهنا عندي قشور الليم مرحي، حطيت كان مغرفة صغيرة مش برشا. بالنسبة للنكهة، النكهة اليوم شيخوها كيما تحبوا نتوما معناها، اما الحاجة الأساسية هو البسباس وحبة الحلاوة. باهي هذا باش نعرج شويه البسباس وباش نرحيه هكا شويه بركة دوبه من نهرسه بالمهراس هكا هو باش ما يقعدش هكا كعب نقولوا باين. باهي لهنا باش نسحقوا 150 غرام سكر بنفس القياس نتاع الكاس باش نقيسوا زيت. لهنا بالنسبه للزيت اليوم باش نستعمل زيت زيتونه، تحب زيت نباتي اعملوا زيت نباتي انت واش تشتهي، اما نفس القياس هكا تقيس. عندي 150 غرام سكر وبنفس القياس تقيسوا زيت زيتون بنفس الكاس. باهي لهنا باش نستعمل نصف كاس ماء عادي ونقولوا كيكا 100 مليلتر، وباش نستعملوا الفرينه زاده من بعد مانيش باش نقول لكم قداش خاطر باش نصب ونخلط لين تتلم العجينه. باش نستعملوا زاده نصف كاس زهر. باهي تحبوا نكهه بنينه راهو كي تحطوا الزهر، ما عندكش حط عطرشيه يفوح برشا راهو الكعك، جربوها واكيد تعجبكم الفازه بالحق يفوح راه. باهي اش بقى توا باش نمد الشقاله نتاعي ونحط العظيمات هذايا نمشي نهرسو قبل يزمني هاك نهرسو طريف هكا هاو، اما ما تنساش تعرجوا البسباس عرجوه طريف. حطيت هكا 3 عظيمات توا هوني باش نحط عليهم توا السوائل الكل، السكر نحلوها الفرمه هذيا، نحط شطاير كاس ماء، نحط زيت زيتونه. تحب كيما قلت لكم تحبوا زيت نباتي حطوا زيت نباتي مش مشكل راه. حاول نذوب قبل السكر والعظم. علاش الفرينه؟ قلت لكم تصبوا وتخلطوا انت وفرينتك انت ونوعيه بتاع الفرينه، كل وحده وفرينتها راه. ساهل هذه مكوناته بسيطه، والحقيقه ديما نحب كروسيتات سهله خاصه انك توا الدنيا بارده قهوة عربي على الكانون مدك الكعيب الكعكو وحليها تبدا تتقرمش. عطاو تشوفوها قداش تجيكم بنينه تحبها. باش نحط توا نصف الزهر هاني شعره نسيتو، ميسي فيها الف البركه. ريحتو على محليه، ما عندكش زهر وما عندكش عطرشيه حط سكر فانيليا عادي، هاني سهلتلكم. لهنا هاني دوبا ما هروشتو في المهريس ها شي سيب هذاك توا النكهه العزيزه. شوفوا لهنا عندكم جلجلين حطوا جلجلين، عندكم لوز حطوا لوز، عندكم اللي كاكاويه من الاخر من الاخر شخشخوها عمك الكعك عكريت توا ريحه البسبيس طلعت شه شه انا في ريحته تهب حطوا كل قشور لي. ونحضر توا الفرينه والخميره نخلطهم مع بعضهم. شوفوا لهنا الفرينه باش نبدا نصب ونجي في النص ونحط كل واحدة شنو هو اخر هو حط الخميره عليه يز فيها نلف البركه. نصب الساعه شويه هوني ونحط عليها الخميره هي اللي باش تعطيك الكرميشه. وهذا النص
15 غرام بهير. توا ايديتنا نظيفه نغسلهم مليح ونقصدو ربي لين نتحصلوا على عجينه. شيه شيه توا تشوفوا كيفاش تجيكم بهير. شكون شكر العروسه؟ هاي نبدا نصب ونخلط. نحاولوا ما نفلتوش، نقولوا احنا الفايرين خاطر مش متبقاش دي حتى شيء. تبدا عينك ميزانك باش نزيدها. لا قد الله جاتكم يبسة شوية، زيدوا شوية زهر هاني هكا وباقي تحسها مستحقة لي تولي عجينة. واحد ديما يلوج على روسات سهلة ومكوناتها تبدا بسيطة في الدار، نلقاوها موجودة في الدار كيما الزيت كيما الزهر ديما موجود. حس بروحي معاش باش نستحق توا للفيرينا. وقتاش نقول لكم بالضبط حبيت نعمل معاكم هكا باش نوريكم وقتاش نوقف. شفتوها عندها تتلم توا الراحه، يجيكم كعكعه بنين خليوها ترتاح العجينه. شيلكم فيها كان قاعده تتلصق، المهم كيف ترتاح توا تشد روحها، مهم تتشكل في يدك. قابها رطبه برشا كيما هكا تزيدها شويه فرين شويه برك. نمسح بها يدي هكا وكهو هاي لمها ونخليها توا ترتاح. تحبش برشا عركين راه دوما من لمو بيه. فهمتوا ولا بنويت؟ هاي يزي خنقص كهو، نمشي نلم عجينتي ونحطها في ساشي ونخليها ترتاح على روحها. نمشي نغسل يديتي ونرجع لكم. العجينه نتاعنا ارتاحت، باش نستعمل توا نصف الكميه قبل كل شيء. بسم الله رشوا الفرينه، العجينه نتاعنا لصيقه نستعمل الطيف ونغطي به. نحاولو هكا نحلوها كل مستطيع. رتحوها هكاك نصيف ساعة ولا حتى أكثر، قد ما ترتاح قد ما خير. مغسلت المعونات ومسحنا الكوجينة، تجي قد قد باهية. باش نقصها توا تريفات تريفات. نجمو نقصو راه جوست نحضروه بحدينا وكهو. لهنا نشكلو توا كل كعيبة، نحلوها هكا باش نعطيكم فكرة باش تجيكم الكعك الكل فرد قياس. ناخد الطبق نتاعي اللي باش نطيب فيه، ناخدو الكويس ونقيس هاكا ناقصة. نزيد نطول فيه شوية كهو. باش يجيونا الكعيبات نتاعنا الكل قد قد، باش نزينهم توا. سهلة باهي، نعملو كعيبة أخرى نوريها لكم. هاذي حليتها ونشوفوها.
خاطر فما برشا بنيات يقولوا لي نحبها قد قد كلهم يشبهوا لبعض. تعاود نستويو نمد طاولة نقص ونزين الكعك نتاعي. شوفوا لهنا خفيت بيضة كاملة باش نحط لها سكر فانيليا وإلا سكر عادي اللي عندك في الدار. تعطيكم نكهة بنينة للكعك نتاعكم. نحاول نذوب السكر مع البيضة نتاعنا هكا هو وندخلوه للفور على 180 درجة. العجينة راهو مازالتي تعمل لي زوز بقع نوريكم عليها أسرة كمية باهية تعمل لي زوز بقع ولا أكثر. هنا حبيت نعمل قهوة عربي مع الكعك. جيت نعطيكم الطريقة، هي طريقة تركية. إن نحطوا على الفنجان القهوة فنجان ماء، عليهم زوز مغارف بن ويرفع سكر، السكر بتبيع انت وشنو تحب، وما نحرقوش البن والسكر، نحطوه في الززوة كيما هكا نخليوه لين يطيب هكا هو. خليها توا تفور ونصب قهوتي ونوريكم الكعك نتاعنا لليوم. كملنا الفيديو مع بعضنا، كما تشوفوا الكعك نتاعنا راهو منظره مزيان، وزيد اهم حاجه غير المنظر انه بنين بنين برشا من الداخل. جيت هكا نوريكم الداخل كيفاش جيني هكا هشيش راهو من الداخل، وقتني على محليه. جربوها جربوها، اكيد اكيد باش تعجبكم الرسيت. هكا خفيف على محليه ها كهو. كملنا الفيديو، عملوا لي لايك للفيديو كان عجبكم بالطبيعة، واشتركوا في قناتي كان انتم اول مرة تدخلوا لها وتزوروها. طيب باش نخليكم اكيد على خير وسلامة، نتقابلوا في وصفة اخرى. مشي نشرب قهوتي وان شاء الله يا ربي نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ليالي. باي باي.